مساء الخير يا شباب، الفرقة الثالثة تجارة انجلش جامعة حلوان. اتكلمنا المرة اللي فاتت chapter 5 عن الـ accounting for the factory overhead of الـ service departments أو الـ allocation of service department costs، واتكلمنا عن طريقة الـ direct method and the step method for the overhead allocation. النهاردة هنتكلم عن ال two step direct method. two step direct method يعني ايه؟ اول حاجة ال direct method احنا اتفقنا ان احنا بن allocate the cost directly على ال production departments. يعني لو انا هنا example ده عندي ال personnel, cafeteria, computer، هنوزعهم directly على ال development and assembly. الستيب ميثود قلنا ان احنا بنوزع ان ممكن يبقى فيه سيرفيس ديبارتمنت هيستفيد من انذر سيرفيس ديبارتمنت بس وان واي دايركشن، يعني بنعمل لهم ري ارينجمنت اكوردنج تو ذا امبورتنس اوف ايتش اي ديبارتمنت ومدى الاستفاده. تمام، ف خدنا الطريقه اللي هي اسمها تو ستيب دايركت ميثود. هنتكلم النهارده ان شاء الله عن طريقة اسمها two step direct method. ايه two step direct method؟ two steps، يعني هي two steps. اول step ان انا بالوكيت step method، يعني انا هوزع الكوست بتاع ده على الكافيتيريا والكمبيوتر والديفلوبمنت والاسمبلي، وبعدين اوزع الكافيتيريا على ايه بقى؟ على all departments. ينفع ارجع سواء قبل او بعد، بس طبعا مفيش ديبارتمنت بيتوزع له كوست لنفسه، يعني فيش يعني مش هوزع كافيتيريا على الكافيتيريا. تمام، طيب هتقول لي ما هو كده الارقام مش هتخلص، يعني هنوزع وبعدين نرجع نوزع ونرجع نوزع كده ارقام مش هتخلص، نعمل ايه؟ لا، ما هي تو ستيبس. اول ستيب فيهم ان انت بتالوكيت الكوست بتاعه السيرفيس ديبارتمنت ده وده وده بس. ازاي؟ ستيب ميثود. وينفع نرجع، يعني البيرسونال هتتوزع على الكافيتيريا والكمبيوتر والديفلوبمنت والاسمبلي، دول producing departments. الكافيتيريا هتتوزع على البيرسونال والكمبيوتر والديفلوبمنت والاسمبلي. ايه ده انت رجعت؟ طب اللي رجعت له ده هيتوزع ازاي؟ ثانيه واحده بس. الكمبيوتر هيتوزع على البيرسونال والكافيتيريا والديفلوبمنت والاسمبلي. طب ما احنا كده ما خلصناش السيرفيس ديبارتمنت كوست، ما توزعتش. هنعمل ستيب ثانيه اسمها ايه؟ هي اسمها ايه الطريقه؟ تو ستيب دايركت ماث ستيب ودايركت. يبقى هناخد دايركتلي بقى الكوست اللي جات لي من انذر سيرفيس ديبارتمنت ونوزعها دايركتلي على البروديوسنج ايه ديبارتمنتس. تمام، طيب احنا اتفقنا الكافيتيريا بتالوكيت الكوست بتاعتها اكوردنج تو نمبر اوف امبلويز، فانا هوزع ال 10,000 على الكافيتيريا كمبيوتر ديفلوبمنت اند اسمبلي. فين النمبر اوف امبلويز؟ اهو 10 10 25 40 N25. هنعمل allocation base 10,000. لو بالallocation base دي 10 over 100 25 over 100 40 over 100 25 over 100، وزعنا 10,000 بالطريقة دي. طيب هنا أنا جات لي cost من البرسونال اللي هو another service department، مالكش دعوه بيها دلوقتي. احنا في الستاب الاولانيه بنوزع الكوست بتاعت السيرفيس ديبارتمنت بس على كله سواء قبل او بعد. 3,000 هتتوزع، دي كافيتيريا برضو number of employees، هتتوزع على ايه؟ على البرسونال. برجع هو في الستاب ميثود اللي هي الطريقه الثانيه ما كنتش برجع، وكمبيوتر ديفلوبمنت انا اسمبلي بالنمبر اوف امبلويز. تمام، لقيت ان الكوست اللي توزعت سوري اهي. طيب يبقى انا هنا جالي ايه؟ كوست جايلي من الكافيتيريا، والتلات تلاف دول اتعمل لهم اللوكيشن خلاص. طيب نمسك الكمبيوتر، هنوزعه ازاي؟ على البرسونال والكافيتيريا والديفلوبمنت والاسمبلي بالبيز. طيب خلصنا كده، احنا خلصنا كده الكوست بتاعت السيرفيس ديبارتمنت. في كوست بقى تانية جات لي من انذر سيرفيس ديبارتمنت، يعني البيرسونال جالهم الكافيتيريا،
923 وجاله كمبيوتر 2000، يبقى المفروض نوزع ال 2923، وده جاله كوست من البرسونال ومن الكمبيوتر 1000، وده جاله كوست من البرسونال والكافيتيريا 2500 و 500 777. بس ده هتتوزع ازاي بقى؟ ما ينفعش ارجع واروح برضو، مش هينفع. قال لي لا، الكوست اللي جات لي من another service department هتتوزع directly على ال producing department بقى، عشان كده الطريقة اسمها 2A 2 step. فهوزع دي directly بالطريقة العادية، البيرسونال هيتوزع على ال development والassembly، الكافيتيريا هتتوزع، اني اللي هيتوزع دول اللي تعمل لهم allocation. خلاص احنا بنallocate الكوست of اللي transferred from another service A departments. تمام؟ طيب هنزل لكم المسألة دي تتحل، ومسألتين كمان assignment.